كتابك المقدس مع بعض جميعا، قول معي: هذا هو كتابي المقدس، أنا أؤمن بكل تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيا فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير وبكل تأكيد أحقق كل مقاصد الله في حياتي. أشكرك رب اليوم لأجل عمل الروح القدس في هذه الكنيسة، أشكرك لأجل قوة القيامة، أشكرك رب لأجل فرح القيامة، أشكرك رب لأجل عمل القيامة اليوم في حياتنا. تعال يا رب وزورنا بروح القيامة، روح الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، إذن يقيمكم أنتم أيضا معه. يا رب تعال اليوم المس كل شخص في هذا المكان عايش من دون رجاء أو عايش بكآبة أو عايش من دون فرح، تعال يا رب أنت واصنع بحياته، صنع بحياته، غطي هذا المكان اليوم بالدم، حاوطه بالملائكة سيدي، تمجد أنت وحدك، أنت تزيد ونحن ننقص، أنت ترتفع ونحن ننخفض، ليس لنا فقط ليسوع، نعطي كل المجد. كل شعب الله يقول أمين ثم آمين ثم آمين. هاليلويا هاليلويا. تفضلوا. أشكر رب طبعا من كل قلبي أحبه على هيدا النهار، وطبعا بكل مرة نجي فيها مع بعض بهذا النهار لنحتفل بالقيامة، إشياء كثيرة فينا نحكيها عن القيامة، عن حق القيامة، إشياء كثيرة فينا نقولها في هذا النهار. وكل سنة بعد سنة بلاقي حالي قدام قديش بهالنص ساعة اللي عندي إياها، الخمسة وثلاثين دقيقة اللي عندي إياها، فيني أحكي ووصل فكرة قيامة الرب يسوع المسيح وحق قيامة الرب يسوع المسيح. إن قيامة الرب يسوع المسيح ما زالت في التاريخ لكي تقسم التاريخ جزئين، وما زالت في التاريخ لكي تعلم التاريخ. إلى الآن يا أحبة ما في أي تفسير منطقي لأي ما حدث في هذاك الوقت غير إنه المسيح قد قام، وكل الذي حدث بعدين بفسر قيامة يسوع انتشار الإيمان المسيحي. لم يكن مجرد بدعة يهودية مثل ما اعتقدوا البعض، لم يكن حدث القيامة حدث عادي، إنما كان حدث ضج في التاريخ، ولم يكن بالحقيقة له أي تفسير. لو كان له أي تفسير لكانت قمعت الحركة المسيحية، خلينا نقول منذ البداية، منذ العصر الأول لكانت انتهت الحركة المسيحية. لكن ما هي هذه الحركة؟ أو خلينا نقول هذا الإيمان المسيحي ما زال موجود إلى أيامنا هذه، لدرجة أنه أنا وياك اليوم موجودين هون عم نحكي عن القيامة بعد 2016 سنة لقدام، ونشكر رب من أجل هذا الموضوع. هذا بقول معي أمين. وشيء رائع بأنه نتذكر بأنه ما كان في أي غبار على هذه القيامة، لدرجة بأنه حاولوا كتار أنه يشوشوا على القيامة. في عدة أوقات نحن تحدثنا عن براهين قيامة يسوع المسيح من بين الأموات، تحدثنا عن بأنه يسوع ما ترك ولا أي شك لا للتلاميذ ولا للأتباع ولا للمؤمنين بأنه قد قام من بين الأموات، زارهم عدة مرات. بقول الكتاب المقدس لمدة 40 يوم يسوع يأتي في الجسد الممجد. واسمعني من جديد، يسوع ما غير لبس جسد ممجد مثلي ومثلك، لأنه أنا وياك منلبس جسد ممجد، لأنه أجسادنا فانية، إنما جسد يسوع لم يكن فاني لسبب واحد، لأنه بلا خطيئة، ومشان هيك قد قام بهذا الجسد هو ذاته وكان جسدا ممجدا، وما زال يسكن في هذا الجسد إلى الآن. وهذا دليل، اسمعني أحبه، بس بين هلالين أنا عم بعطيك بس هذا الشيء الصورة لتشوف أهمية قيامة يسوع بما يتعلق بقيامتنا نحن. يسوع اليوم يملك جسد بشري، ما اسمعوني، لكن جسد ممجد بشري، ما اسمعوني، ما اسمعني. الأشخاص اللي ما بتصدق بأنه هناك ثالوث أقدس، بين هلالين عم نحكي هلأ شيء آخر، الأشخاص اللي تنكر عمل الثالوث بالحقيقة عندها مشكلة أنه تحكي عن جسد يسوع، لأنه جسد يسوع قام من بين الأموات، لم يوجد في القبر، أسمعني. ويسوع قد ظهر إلى تلاميذه في عدة أوقات وعدة مناسبات لكي يبرهن لهم القيامة، ولدرجة بأنه ظهر لألون فرجيهم إيدي وإجريف، قال لهم حطوا إيديكم المسوني شوفوا أنه أنا مش شبح، لأنه أجوا كذا مرة افتكروا شبح، يعني أنا لو محلون كمان كنت افتكرت شبح، يمكن غبت عن الوعي، ما بعرف كيف كان صار فيه. تخيل واحد
اكل قتله جلدين وشايفينه هربانين. نهار الجمعه كان نهار فظيع بحياه التلاميذ، كان نهار اكتئاب. وانا اليوم راح احكي عن ماذا يحدث لانسان عايش القيامه. هذه هي عنوان العظه اليوم. انا بس عم بحكي شوي صغير عن جسد المسيح، لانه شيء هام اذا انت عايش قيامه يسوع، شو القصص اللي بتختبرها وبتعيشها في حياتك اذا انت عايش القيامه. لانه امور غير عاديه رح تصير بحياتك اذا انت عن جد اختبرت قيامه يسوع المسيح. انما المسيح اجى مره ثانيه ولقاهم عم بيصيدوا سمك، ولقاهم برضه فاشلين بصيد السمك. بيقول الكتاب قال بطرس زهق لانه قاعد هيك ومش عارف شو بده يعمل، فقال يا شباب يلا نتصيد سمك. قاموا قالوا لي يلا نحن كمان بنروح معك. وشوف التاثير، يعني مشان هيك بدي اياك تطلع بالحدك، قال له انتبه اذا انت شخص مؤثر، لانه فيك تاثر بطريقه جيده وفيك تاثر بطريقه عاطله كمان. في اشخاص ما بتبقى عارفه، يعني في ناس اوقات بيجوا بيقولوا لي طب انا شو خصهم فيه؟ انا بدي اعيش على راسي. حدا قال له انا بدي اعمل بدي اياه. اسمعني، انت فيك تعمل هيك بس ما لك حق تشوش الاخرين. ما عم تسمعوني؟ وخاصة إذا أنت مقرر أنك تمرض، إذا أنت مقرر أنك تعيش على راسك، إذا أنت مقرر تعيش بالجسد، عم قول اللي بدك إياه، بس عرف بأنه في ناس عم تتطلع عليك وعم تتشوش وعم تتأثر. مشان هيك ما بقدر أفهم أشخاص بتعرف تعمل قصص كثيرة وبتنشرها وين ما كان، تحط صور وين ما كان، تخبر كل شيء، تخبر كل الناس، وأنت وابن للرب. ما أنت فخور؟ وأنا اليوم من جديد بدي خبرك بأنه بطرس كان هيك. بطرس راح حس بتعب، حس بكآبة، كان تحت وقال يلا نتصيد. قاموا التلاميذ كلهم لحقوا يلا نتصيد. تخيل لحظة، هو بطرس، لأنه هلا رح نحكي عن بطرس. بطرس، الرب قال لك أنا أصنعك صياد بشر، لكن أنت بعدك مصمم أنك تضلك صياد سمك. وبقول الكتاب المقدس قال خرج لكي يصطاد، وفجأة يسوع عم يتمشى على الشط وعم يطلع من بعيد. شو يا شباب، ما صيدتوا شيء؟ لا ما صيدنا شيء. ليك كبوا تاني ميل، كبوا الشبكة تاني ميل. وفجأة قال شيلوا 53 سمكة. على فكرة رقم 53 بالعبري معناتها أنا هو. ما سمعتوني؟ لأنه الأرقام العبرية إلى أرقام بالأحرف، وكلمة ورقم 53 قال تصيدوا 53 سمكة كبيرة. قالوا بس شافوا السمك عرفوا انه يسوع. كنت انا دائما اقول شو خص السمك بيسوع؟ لانه 53 سمكة معناتها انا هو. طلعوا 3. لك لذيذ الرب كيف بيحكي معنا اوقات. وبقول الكتاب المقدس ركض، قال بطرس نزل ما نطر للشخطورة توصل على الشط، وركض لعند يسوع. لقى يسوع قاعد ومزبط لهم مشاوي سمك. قال واكلوا سمك مشوي وحضر لهم اياها، محضر الاكل وقاعدين. يسوع اكل معهم بعد القيامه، يسوع شرب معهم بعد القيامه. يسوع رائع الرب انه ما ترك شيء وراه، حتى راح ليزورهم وكانوا قاعدين بالعلي وخيفانين. وفجاه ظهر يسوع بيناتهم وقعد وتحدث اليهم، لكن توما ما كان هنيك. توما مدري شو كان عنده نهارا، كان مشغول، مدري شو كان عم يعمل، راح يدفع فاتوره السلولار وما اجى. ما اجى على الاجتماع توما، مثل كتار مثلكم. بالوقت اللي كان يسوع عم بيزورهم توما ما كان هنيك. بس ليك الرب شو رائع، تاني نهار اجوا الشباب، توما شفنا الرب، اجى الرب لعنا. قالوا انا لو بشوفه بعيوني ما بصدق غير لشو؟ لدق بايديه ودق باجريه وتاكد انه ما بصدق. معقوله شو انتم كلياتكم واهمين؟ وفجاه ظهر الرب، توما تعال لك. كم توما في هون اليوم؟ تحت ايديك. يسوع اكد للكل بانه كان جسدا. ما اسمعوني؟ ما كان شبح، لكن هذا الجسد كان عنده صار امتيازات غير عاديه. هذا الجسد الموت لم يستطع عليه، هذا الجسد الحيطان لم توقفه فيما بعد. صار هناك امتيازات لهذا الجسد، غير جسد اللي انا وياك اليوم. جسد اللي انا حامله اليوم وانا لابسه وانا ساكن فيه اليوم هو جسد فاني، تراب، ولا التراب ليه؟ بسبب الخطيئه. لكن هذا بيرجعني اليوم الى ادم الاول. ادم الاول قد خلق من اجل ان يحيا الى الابد.
ما نسمعون انتو هون. إذا الله أنا بدي أسألك سؤال، ليش آدم إذا أخطأ اكتشف أنه عريان؟ لأنه فجأة هذا الجسد اللي صار بالخطيئة صار فاسد وفقد النور اللي عليه. ما عم سمعني؟ إذا الله خلق آدم، خلق آدم على صورته كمثاله. ما أنت هون؟ خلقه على صورته كمثاله. كيف خلقك؟ قل له هيك للحدك، قل له الله خلقك وكسر القلب. ايه قصدي على صورته كمثاله. نعم، بتعرف شو الله؟ الله كائن نور. ليك شو قال الكتاب المقدس؟ قال يسكن بنور لا يدنى منه. الله ما عنده، مش كائن نور لدرجة بأنه ما له شيب، ما له شكل، لأنه أنا وياك منشبهه. ما عم سمعني انت هون؟ وإذ آدم خلق، آدم خلق لكي يكون أيضا كائن نور. ومشان هيك لما آدم صار يتمشى على الأرض بالبداية صار هو إله هذا العالم. عم تسمعني؟ وعندما إبليس إذا إجا سرق الامتيازات من آدم، سرق الامتيازات، وفجأة إبليس لما نزل على الأرض يا أحبة وطرد من السماء لم يكن سوى حية تزحف على هذه الأرض، وبقول الكتاب المقدس لم يكن يملك شيئا. وفجأة هذا الإبليس الذي لم يكن يملك شيئا صار يصف يسوع بأنه صار هو إلى هذا العالم، وصار يصف يسوع، وفجأة يقف أمام يسوع يقول له لك أعطي كل هذه الممالك إن كنت تسجد لي. من وين إجت لك هذه الممالك أنت أساسا؟ آدم أعطاني إياها. أساسا الله أقام آدم لكي يكون إله هذا العالم، سيد هذا العالم. ومشان هيك أعطاه الامتياز أن يسمي كل الحيوانات وتسجد له كل حمات. لا، الحيوانات لك شو قال الكتاب المقدس؟ قال انموا واكسروا واملأوا الأرض. لها شو قال؟ واسمروا واخضعوها وتسلطوا عليها. أنت السيد هذا العالم. قالوا حدك له الله أقامك لكي تكون سيد هذا العالم. ومشان هيك شو قال بولس الرسول؟ قال إن كنا عن جد عايشين الأيام نملك معه في هذه الحياة. قول معي نملك معه. أنت مدعو لكي تملك مع يسوع في هذه الحياة. مدعو لكي تملك معه في هذه الحياة. أنت مش مدعو أنك تكون مجرد نكرة في الحياة، طلبتك كل الناس وتتقاذفك رياح هذا العالم، ومين ما كان يجي يديك على أفاك ويروح يعني ويسحس حولك وتمشي. أنت مدعو لكي تملك في هذه الحياة. أنا ما عم بحكي حتى لي تتكبر، أنا عم بحكي حتى لي أقول لك شو دورك، شو مكانتك في المسيح يسوع. ومشان هيك آدم لم يكن قد خلق من أجل الموت. ليك شو قال الكتاب؟ قال إذ تأكل من ثمرة معرفة الخير والشر، بمعنى آخر نهار اللي بتبلش تقرر شو هو الخير وشو هو الشر، نهار اللي بتبلش أنت تقول شو هو الخير وشو هو الشر، ولا تعود تخضع لكلمة اللي بتقلك شو هو الخير وشو هو الشر، عندها موتا تموت. وقديش في أشخاص اليوم هي اللي عم بتقرر شو هو الخير وشو هو الشر. الله بيقلك ما تعمل هيك، هذا شر. انت بتقول مين قال؟ الله بيقول لك مدق بهيدي. انت بتقول بلا، بس ما انا بيعجبوني هدول الاشخاص بس يحكوا هيك. انا ما بوافق مع الرسول بولس. ان شاء الله عمرك ما توافق. وافقت او ما وافقت هي هيك. ان شاء الله بتوافق او ما بتوافق، كثير فرقانه معه الرسول اذا انت وافقت هي هيك. انه كانه هي خاضعه للنقاش، يعني كانه نحن قاعدين عم نعمل توك شو يعني مع مرسيل غانم عم نقول شو قولكم؟ قولكم لا تزني او تزني؟ لا، هي لا تزني، نقطع السطر، ما فيها بحث. وفجاه بلشت انت تقول لا انا بشوف انه السكس قبل الزواج بيعطيك اسمعني، مجرد أنك تسائل كلمة الله، معرفة الخير والشر هي مش أنك تعرف شو الخير والشر، هي أنك تقرر شو الخير وشو الشر. عم بتسائل كلمة الله، فجأة الله عم بيقول لك بأي حق
انت بتسائل انا شو بقول؟ اللي انا عم بقوله هو ازلي ابدي، انا ما بغير رايي لاني منذ الازل والى الابد. في ناس بتقول لك ما بلكي الرب تطور هلا صار على مود انه الهنا يتماشى مع العصر. عرفتني كيف؟ هلا بتيجي بينزل الرب بيظهر لك لابس حلقه وحاطط وحده هيك، انا هو الرب الهك، الرب عم بقول لك توب يا ابن الافعى، انا مش هيك. انه على مود. وفي ناس دا يحكي معهم الرب بده يحكي معهم هيب هوب، انا هو الرب اله تقدر يفهموا انه هذا كله مش انت اللي بتقرر شو الخير وشو الشر، الرب هو اللي بيقرر شو الخير وشو الشر. تعرف ليش؟ لانك انت المخلوق وهو الخالق. هاليلويا. وعلى هذا الأساس لما أنا وياك بنسلم أمرنا، هو يريدك أن تملك في هذه الحياة، هو يريدك أن تصبح سيدا في كل ما أنت فيه، أن تسود، أن تتسلط، لكن ليس أن اسمعني أن تتسلط بسلطة يسوع، وليس أن تتسلط بقوة الإرادة والشخصية، أن تتسلط على أرواح إبليس، أن تتسلط على كل روح شرير في هذا العالم، أن تحيا لكي تنقض أعمال إبليس وتكون نور مثل ما كان آدم الأولين نور. يسوع قال أنتم نور العالم. بالبداية قال أنا نور العالم، بعدين نظر إلى تلاميذي قال اليوم أنتم نور العالم. وأنا اليوم بدي شجعك من كل قلبي أحبة، إذ يسوع خلق آدم خلقه مخلوقا لا يموت، فجأة تسمع بأنه شوك وحسك رح تطلع لك الأرض، مع أنه بالبداية ما كانت هيك. ومن عرق جبينك تأكل خبزك. تعرف ليش؟ لأن أنت بلشت تقرر، لأن بلشت تذاكر، لأن بلشت تقول لا أنا بشوف هاي منيحة، لا أنا بشوف أنه فيني أعمل هيك وماشي الحال، أنا بشوف أنه فيني أعمل هيك وماشي الحال، أنا بشوف أنه مين قال أنه هاي صح وهاي غلط. بعدين المنطق اللي يسود في هذه الايام انه خيل ليش انتم بتصيروا تحكموا على فلان، انه هلا الزنا خطيه والفجعنه خطيه والهيدي خطيه، انه ليش بس بتحكوا عن الزنا، ليش بس بتحكوا عن اللواط، ليش بس بتحكوا عن هدول القصص، ليش بس بتحكوا عن الاجهاض، ليش بس بتحكوا عن هدول القصص، ما هدول كمان خطايا. مزبوط، ما هدول كمان خطايا، ما بنحكي عنهم كلهم. مزبوط. شيء بضحكني كثير بانه يعني ما بيشوفوا حالهم اللي عم بيعملوا قصص، اللي عم بيعملوا اشياء بحياتهم، اللي بيسبوا بالسر، اللي بيعملوا اشياء بالسر، لهدول قصص بس بيحكوا على اللواط. لك معك حق مليون مره، بس اسمعني، هذا مش معناته ان اللواط صح، هذا مش معناته ان الزنا صح، هذا مش معناته ان هدول صح. لك كله غلط، مش لانه هيدي غلط وعم نحكي عنها صاروا هدوك اللي كان منيح، ده كله غلط. بس أنا ما ببرر شيء لأنه في شيء صح وفي شيء غلط. أنا بقول يا رب ساعدنا أنه نشبه كلمتك. هاي غلط وهاي غلط، بس مش لأنه هاي ما حدا بيحكي عنها صارت هاي صح، لا هاي كمان غلط. وأنا وأنت محتاجين نقول له يا رب تعال اليوم اعمل بحياتي لكي أصبح كآدم الأول، لأنه يسوع فتح لي الطريق اليوم. إذ قام يسوع من بين الأموات لكي يرد لك حق آدم الأول. يسوع إسكان بالجسد هو برهان أنك أنت تقوم بالجسد أيضا. قل له هيك لحدك، قل له يسوع عام بالجسد. ما سمعك الزول عم بحكي معك لك اليوم، قل له يسوع عام بالجسد، قل له عائج الأوتوكار هلا. يسوع عام بالجسد. أنا بتعرف لما يسوع بيقوم بالجسد، اسمعوني يا أحبة، ألو معناتها هيك، معناتها أنه هذا الجسد اللي أنت لابسه اليوم يوما ما سيقوم أيضا، لكن سيقوم غير فاني. ويسوع ما زال بالجسد، هذا ببرهن أن الحياة الأبدية هي حقية. ومش هيك قلت لك اللي ما بيقنوا بالسلوس عندهم مشكلة يقولوا وين جسد المسيح، لأنه بيقول لك كان الآب بالعهد القديم، صار يسوع بالعهد الجديد، وهلا هو الروح القدس. إذا هو هلأ الروح القدس وين جسد يسوع؟ كوما؟ وين جسد يسوع؟ وقع كوما؟ وين كوما؟ شو صار فيه؟ منايمين وتلوين مغناطيسي هيك من دون روح،
بدك تعرف وين جسد يسوع لك سؤال. قال وهو في محضر الآب يشفع بنا إلى الأبد. اسمعني يا أحبة، يسوع الوحيد الذي يقف في محضر الآب وهو مستحق. ما عم سمعني؟ لأنه بلا خطيئة. يسوع الوحيد الذي يستطيع أن يقف أمام الآب ويقول أنا أستحق أن أملك في هذا العالم كإنسان الآن، وليس كابن الله لكن كإنسان. مشروع الله شو كان بالبداية؟ أنا بخلق آدم تحت يكون عندي شركة معه، هذا مشروع الله. ومشروع الله أنا لأني قدوس ما في يكون عندي شركة مع حدا منه قدوس، لأني نور. طب ليش ما فيك؟ طب زبطنا يا ماشي الحال مرة لنا يا. لأني أسكن بنور، لأني نور، لأنه أي شيء ما فيه قداسة يقترب مني يحترق. مش لأنه شيء، بس لأنه أنا ما فيني غير طبيعتي. أسمعوني يا أحبة، لأعطيك مثل. شايف لما موسى، أنتوا بعدكم هون اليوم؟ لما موسى نزل من الجبل قالوا حطوا له برقه على وجهه لأنه مش قادرين يشوفوه. نفس الشيء الله تقدر يتعامل معنا، صار يقدر يتعامل معنا من خلال ذبائح، لأنه ما بيقدر يتعامل. بتعرف لما موسى إجا، أنتوا هون عم تسمعوني، عم خبرك شيء كثير مهم. صار يتعامل معنا بكل عهد قديم من خلال ذبائح حيوانات، بس حتى لما نقدر نتعرض لهذا المجد ونموت. إجا موسى قال له خليني شوفك يا رب، بس خليني شوفك. قال له ليك صلاحي يس، بيقطع من قدامك. بقى أنت تخبى بالصخرة، والصخرة هي يسوع. والكتاب المقدس قال إذا تخبى موسى بالصخرة، تخيل موسى قاعد مخبى بقلب الصخرة وقطع صلاح الله. تعرف شو؟ تعرف بالعبري شو كلمة صلاح الله؟ شايف لما توقف بالمحكمة وبيعلنوا هيك بيقولوا محكمة، كل الناس توقف. أنا ما كنت عارف إنه افتكرتها بالأفلام، أنا مش عارف إنه هاي مظبوطة، افتكرتها بس بالأفلام. بقوم قاعد بالمحكمة مرة، في حدا هون خلع لي باب كان بده يجي يسرقنا، مع إنه نحن رحنا أسقطنا حقنا عنه، يعني لقطنا الحرامي. إجا خلع باب المكتب عندي ما لقى قلم رصاص ياخده، حرام الشوم. افتكر قال لك مدري شو مخبيين هول، قام خلع الباب وفات. نخي جيب لنا قفل، لو عارف اعطيتك المفتاح. المهم اجوا حققوا واخذوا بصمات وقصص، وبعدين طلعنا اسقط حق. بس كان في محكمه، بقى اول مره كنت بحياتي فوت على محكمه. فت قعدت وقال محكمه، قاموا كلهم وقفوا. قمت انا وقفت، بس شو قعدت حطيت اجر على اجر. في واحد من الدركيه عمله ممنوع تحط اجر على اجر المحكمه، تخيل هاي بالمحكمه. ممنوع تعلق بالمحكمه، ممنوع تاكل بالمحكمه، ممنوع تتنفس بالمحكمه. بدك تنفس ولا بزمه، كل ما بتقول. قال وفوتوا القضاة. تعرف شو كلمة صلاحي بيقطع؟ إعلان اسمي. أي هيك معناتها بيقطع، مش أنا بس، إعلان اسمي جعل موسى يصير كائن ملان بالنور بعد ما أجى الرب. بس هيك بتعرف واحد، بس هيبة إنه هو هيبة الله خلت موسى يصير كائن نور. كم إذا أنت بتسكن بنور، لك شو قال الكتاب هذا، لك كيف وصفه؟ لا يدنى منه. ما فيك تقرب ليه؟ الطريقة الوحيدة إنك تقرب ليه، اسمعني، هي إنك تتخبى بصخر الدهور يسوع المسيح ملك الملوك رب الأرباب، تتخبى بهذا الدم. ومش هيك آدم كان يتمشى مع الله، ليه؟ لأنه كان أيضا كائن نور. آدم كان كائن نور يحيا إلى الأبد، وفجأة بسبب أنه بلش يقرر بالحقيقة من وراء حدا تاني، خليه ما بدي سمي مين، أول إيزابل بالتاريخ كانت حواء قررت أنه هيت فايتر. راح آدم سلطة قدومتي أو 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 هاي آدم
والحلو انه ادم ما في خونه، ما مين بده خونه. ما في غيره. الوحيد بالتاريخ اللي كانت حواء تتركه يفل وما تساله لوين رايح، لانه لوين بده يروح بالاخر. ما انا لمين لالكم. لوين بده يروح بالاخر؟ بده يرجع. وين بده يروح؟ قدومتي وين رايح؟ رايح هون مشوار صغير. وجي وفجاه ادم، تعال نشوف هذه الدقه. انا طيبه، انا فيني اقرر، انا بقول. انا الرب قال ونظرت نظرت ليك كيف بتبلش القصص. بتبلش قصص، قال نظرت حواء ورأت بانه الثمره شهيه المنظر وشكلها طيبه. قال فاخذت واكلت. تعرف شو معناتها؟ معناتها بلش تحلل انه الله قال بس ما بشوف في سبب، يعني ما في داعي انه ليش انا بدي اطيعه، انه ما بحس انه معقول. قلت له شوف انه ما بدها لد. انه هيك الخطيه بتبلش. ما اسمعوني يا حبا انتون، انه معقول الله عقله صغير، انه ما بدها لد. لا، هي مش قصه عقله صغير ايه ولا لا، قصه مين بيقرر ايه ولا لا. وفجأة قال وأعطت رجلها لذة. ليك بيقول الكتاب المقدس قال أكلت وأعطت رجلها، ما سأل ولا سؤال فأكل. يا حبيبي يا آدم، تعال هون كلوا لي. أوكي حياتي. قال أكلت وأعطت رجلها فأكل. بيسترجي ما يأكل. زعلوا مني الأخوات. هي هيك بس شو بدي أعمل هيك. وفجأة هذا النور اللي بحياة آدم صار ظلام. وفجأة الأرض تحولت من مكان للسلطة إلى مكان ينبت شوكا وحسكا. تعرف شوكا وحسكا؟ تعرف شو معناتها؟ يعني بكتيريا وأمراض وذباب. تعرف بعلسبول شو معناتها؟ يعني إله الذباب. دبان، في أسلخ منها الدبانة لو تعرف على شو بتحوم الدبانة؟ على الجتت، على القتل، على الموت، على اللحم، على القصص. وبقول كتاب مقدس هلأ من هلأ ورايح من عرق جبينك تأكل خبزك. قبل كان الخبز يأتي إليك لأنك سيد هذا العالم. الشيء اللي عايشوه بالبرية أحبه هو كان النورم، هو الطبيعي أنه تشتي عليك خبز، هو الطبيعي أنه اللحم يجي لعندك، هو الطبيعي أنك تعيش بفايض. هذا الطبيعي تبع أي إنسان. وفجأة قال آدم مات. كيف مات آدم؟ مات نفسيا، لأنه فجأة لم يعد سيد هذا العالم، صار في حدا تاني سيد هذا العالم. أنتوا بعدكم هون، أنا عم وصلك لمحل. ومات، اسمعني، ومات جسديا. كان مفروض انه يعيش الى الابد، وفجأة هذا الجسد انحل وصار الى التراب ورجع الى التراب. اسمعني، وابشع شيء بالعالم هو مات روحيا، انفصل عن الله. الموت الروحي مش انك تصير زومبي، لكن صرت منفصل عن الله، عايش بظلمة. نهار الجمعة كنت عم بحكيك بانه ابشع شيء يسوع اختبره على الصليب هو مش المسامير، هو مش الجلدات، هو مش الشوك، هو مش الحربة، هو مش البزق، هو مش الضرب، هو مش الإهانات، هو مش كل هيدول، مع أنه هيدول بشعين كتير. بس أبشع شيء يسوع اختبره على الصليب هو أنه انفصل عن الآب لمدة 3 ساعات. يسوع انفصل عن الآب لمدة 3 ساعات. وبيقول الكتاب المقدس بهال3 ساعات صارت الأرض ظلمة. أنا بدي أسألك سؤال اليوم، يمكن أنت عايش كمان بهالظلمة بعدك. أشخاص المنفصلين عن الله، الشمس عم تطلع عليك بتضوي الضوء وكل هدول القصص، بس جواتك في ظلام. مع أنك أنت مدعو أنك تكون شخص منتصر. الوقت عم بيقطع بسرعة، بس شو بدي أعملكم؟ يعني عندي أشياء كثيرة بعد أقولها عن القيامة. بس في شيء يسوع اليوم إجا عمله. يسوع قام وبرهن للكل بأنه جسد حي. أسمعني؟ وبقيامة يسوع صار في عدة تحولات. وبسرعة، لأنه ما بقى عندي وقت، بل 5 دقائق رح لك يوم بسرعة. اكرجهم بسرعة مثل ما عملت بنهار الشعنيني، كانت أقصر وعظة. كم واحد كان هون بنهار الشعنيني؟
ربي يبارككم اللي كانوا هون، اللي ما كانوا هون توبوا. أنا مش حائز عليكم، بس بحبكم. شو بدي أعمل؟ اسمعني، أربع أشياء خليني أقول لك صارت بسبب القيامة، أربع أشياء بحياة الناس. واليوم أنا بدي أصلي بأنه هذه الأربع أشياء تصير معك أنت كمان. أول أمر، يسوع بقيامته حول الخوف إلى فرح. ناس اللي عايشة بخوف فجأة صارت عايشة بفرح. والكتاب المقدس بإنجيل يوحنا و عفوا بإنجيل لوقا الآية 24 الإصحاح 24 الآية 41 52 قال: ولما شافوه امتلأوا بالفرح وكانوا عايشين بقلب العلية مليانين بالخوف. اسمعوني، قل له هيك لحدك، قل له يحول خوفك إلى فرح بقيامته. ثاني أمر، يسوع حول الشك إلى الإيمان. بعمل الرسل الإصحاح الثاني والآية 32 الآية الشهيرة بتقول هيك، الآية المكتوبة على الكارت قدامك اليوم اللي أعطيتك. كم واحد يوم طلع له كارت وفيت؟ مين ما طلع له؟ مين ما طلع له كارت وفيت؟ مين ما طلع له؟ ارفع إيدك تنعطيك كارت. اللي ما طلع له ارفع إيدك، خد كارت $10 بليز. لا عم بمزح. ليك شو قال بعمل الرسل الإصحاح 2 والآية 32؟ ليك شو قال؟ قال: فبيسوع هذا أقامه الله من الموت ونحن جميعا شهود لذلك. ليك الآية الإصحاح 3 والآية 14 بقول هيك: أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم العفو عن رجل قاتل وقتلتم واهب الحياة، ولكن الله أقامهم بين الأموات ونحن شهود ذلك. وبفضل الإيمان باسمه الله أعاد الحياة. أنا وأنت تحول شكنا إلى إيمان بسبب قيامة يسوع. أسمعني، تحول ضعفنا إلى قوة بسبب قيامة يسوع. ولكن عم بعطيك الآيات بتقول هيك، بتقول: فما كان يستطيع الموت أن يقبض عليه لأنه واهب الحياة. آخر نقطة، يسوع حول أحباطنا وكآبتنا إلى رجاء. تعرف أحلى آية ممكن أنك تقريها في الكتاب المقدس في هذا السياق؟ روح إلى رسالة بطرس صح الأول، رسالة بطرس صح الأول أي الشهيرة، يقول لك: تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، فمن فرط رحمته العظيمة ولدنا ولادة ثانية، معطينا إيانا حياة جديدة، معطياً إيانا عفواً حياة جديدة مليئة بالرجاء على أساس قيامة يسوع المسيح من بين الأموات. لك شو قال؟ قال: ولدنا ولادة جديدة وأعطانا حياة هلأ جديدة مليئة بالرجاء. على أي أساس؟ على أساس قيامة يسوع المسيح. قول مليانه بالرجاء. لماذا تبحث عن الحي بين الأموات؟ ما في رجاء هناك؟ رح انهي بهذه الكلمات. شو ممكن تلاقي؟ اسمعني أحبه، عم بنهي، قول هاليلويا، رايحين على المعمول مجدا، دجاجتنا ناطرين ولحماتنا ناطرين والتبولي هلأ شو رح ناكل؟ طولوا بالكم بعد شوي صغير. يلا اللي بلشوا عصافير بطني، روق سكتهم شوي صغيرة. اسمعني، شو ممكن تلاقي بقبر فاضي؟ تعال فكر فيها. امبارح كل الليل كنت بدي سميها هيك، رسالة قبر فاضي لكنيسة حية.
شو ممكن تلاقي بقبر فاضي؟ تعرف لما بتروح على القبورة عادة مش منظر حلو. كم واحد بيروح على القبورة بيعرف شو فيه بالقبورة؟ قبورة في عظام، في عفن، في دود، في روائح كريهة. بالقبورة في موت، بالقبورة في زل، بالقبورة في ما في رجاء، بالقبورة في حزن، أكيد ما في حياة، بالقبورة في صمت، وعادة ما في خوف. شي مرة تمشيت بين القبورة بالليل؟ كم واحد عملها؟ عاما شو رحتوا تعملوا؟ شو فيلم رعب يعني؟ كم واحد راح تمشى بين القبورة بالليل طلع له زومبي؟ اسمعني، كل قبورة العالم، اسمعني ألو، كل قبورة العالم تتكلم موت وتتكلم إحباط وتتكلم، اسمعني، حزن وتتكلم كآبة، ما عدا هناك قبر لما بتفوت عليه يتحدث إليك حياة أبدية، رجاء، فرح. رسالة قبر فارغ إلى كنيسة حية. لماذا تطلبون الحي بين الأموات؟ يسوع مش هنيك؟ عم دور على الفرح وين؟ ما هو الفرح؟ عم دور على السعادة وين؟ آخر آية. كمان كنت عامل لك في صراع امبارح كل الليل، شو بدي سمي الوعظة؟ بعدين فكرت عشان كنت بسميها، ان سميت قلت قبر يتحدث الى كنيسه حيه، قبر فارغ يتحدث، او رساله قبر فارغ يتحدث. بعدين قلت لا بدي سميها هيك. ليش سميتها؟ حدا هيب يعرف ليش سميتها؟ سميتها اكبر نكته بالسما. اذا بدك اكثر وقت بالسما امتلت السما ضحك، هو احد القيامه. لك كيف تعرف؟ رأى لك ليك سؤال، لأنه ما عندي وقت أقرأ لك، بس ركز معي. ليك سؤال، مزمور 2 قال ضجت الأمم ومجت شعوب، قامت الأمم على الله وعلى مسيحه، كل أيتهم بدون يقتلون، ما هيك؟ قال لكن الساكن في السماوات شو يضحك. أتخيل لما يسوع قام من بين الأموات الآب. إبليس اعتقد بأنه قتل واهب الحياة، لكن كيف تستطيع أن تضع الحياة في الموت؟ إن الحياة أقوى بكثير من الموت. هللويا. ووهبنا هذه الحياة الجديدة باسم يسوع وبدم يسوع. اليوم تستطيع أن تحيا امتيازات آدم الأول وتملك في هذه الحياة. هللويا معه. وتحيا رأسا لا زنبا، وتحيا بالفرح وبالرجاء وبالإيمان وبالقوة. هللويا. لأنه يحول شكك إلى إيمان، ويحول إحباطك وكآبتك إلى رجاء، ويحول خوفك إلى فرح، ويحول ضعفك إلى قوة. هللويا. المسيح قام، المسيح قام، المسيح قام. كم واحد فيقول أنا شاهد على قيامة يسوع المسيح؟ خلينا نوقف مع بعض يا أحبة في هذا الصباح. إن الساكن في السماوات يضحك. يوم مشان هيك اليوم أنا بدي كل واحد يطلع من هذا المكان عم يضحك. هاليلويا. عم تضحك مع يسوع، عم تضحك مع الآب. علي ذاك يمكن هذا أهم وقت في الاجتماع قبل ما ننهي اجتماعنا في هذا الصباح. في منكم بعد ما قدموا الساعة ساعة قدمها؟ عم يقولوا خلص الاجتماع بكير. لا ما خلص بكير. ارفع ايديك هيك. شكرا لك يا رب. قال يا رب شكرا لأنك تحول نوحي إلى رقص، وتحول موتي إلى حياة. هاليلويا. تعرف
بسطت انه الاتحاد الاوروبي عمل نشيد له. الاتحاد الاوروبي عمل نشيد له رغم انه كل اوروبا عايشه من دون الله يعني. بس الحلو انه نقوا السيمفونيه التاسعه من سيمفونيات بيتهوفن لتكون هي النشيد تبع الاتحاد الاوروبي اللي هي تا نا 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 نا. لو بتعرف هذه السيمفونيه هي ترنيمه القيامه اليوم في العالم. بدي اشكر الله، تعال نشكر الله، ان شاء الله يصير شيء باوروبا ورا هاي السيمفونيه صارت هي النشيد تبع اوروبا يعني. تعال نرنمها مع بعض كما هذا بقول امين. غنوا يا ابناء الله يسوع المسيح حقار، غلب الموت ملك الكون، زال سلطان الظلام، ابن الله رب الحياة حي الى دهر الدهور، من النور الذي لا يغرب تعالوا وخذوا نور. هللويا. قام الرب وطئ الموتى افراحي اورشليم، كل شيء صار شديدا قد تبدل القديم، الله حي بين شعبه جعل مسكنه معهم، لا أوزان لا أوجاع لا دموع بعد اليوم، وعد الله قد تحقق تم قول الأنبياء، كنا من قبل فصرنا الآن، قمنا معه ونملك معه، ليس لملكه انقطاع، معه سنحيا إلى الأبد لن يطالنا، شعب الله ارفع رأسك إن إلهك عظيم، أين زوجتك يا موت وغلبتك يا جحيم، موت الرب صار حياة قد حان نصرنا أكيد، هيا نفرح ونهلل ملكوت الجليل، غنوا يا أبناء الله يسوع المسيح قام، غلب الموتى ملك الكون زال سلطانه، ابن الله رب الحياة حي إلى دهر الدهور، من النور الذي لا يغرب تعالوا وخذوا، قام الرب افراحي ارفع صوتك بايو، هيا نفرح ونهلل أهل الملكوت الجديد، والله ارفع رأسك إن إلهك عظيم، أين شوكتك وغلبتك يا جحيم، موت الرب يا نفرح ونهلل أهل الملكوت الجديد، وعد الله وعد الله تم قول الأنبياء، كنا من قبل أمواتا فصرنا الآن، قمنا معه سنملك معه، ليس لملكه انقطاع، معه سنحيا إلى الأبد لن يطالنا الفناء، يا أبناء الله يسوع المسيح قام، غلب الموتى الكون زال
نقول مع بعض المسيح قام بالحقيقة قام. هللويا هللويا هللويا. المسيح قام بالحقيقة قام. تسمع أصواتكم جميعا عم نقولها سوا. المسيح قام. كل شيء في داخلك علي صوتك قول معي. بالحقيقة قام المسيح. المسيح بالحقيقة قام. كيف لي أن أمكث بائسا في الجلجسة وشمس الرجاء المسيح قام. المسيح قام ونحن جميعا شهود لهذه القيامة. ينعاد عليكم جميعا نعمة ربنا يسوع محبة الله الآب شركة روح القدس تكون معي ومعك إلى أن يعود الرب في سحاب المجد. إن شاء الله أراكم في الأسبوع القادم. المسيح قام للجميع.